مش كل حاجة عايزاها نفسك بأي وسيلة تعملها، لأن النفس طماعة بتفكيرها، وكتير من الناس بتلبي توجيهها وبتندم كتير بعدها وتقول يا ريتني وقفته عند حدها، أنا غلطان بجد إني طوحتها. فكر كتير قوي في نداها، وعند الغلط لازم تفرملها. النفس عايزاك تبقى سلطان وتتحكم في كل مكان، لكن الموت ذليلها. النفس عايزاك تلبس حرير بأي طريقة كده يا كبير، حتى لو كان طريق تضليل، لكن لبس الكفن خذلها. النفس عايزاك تاكل كل حاجة، حرام حلال معاها ما تفرقش، وفي النهاية الدود وكلها. احنا لازم نسعى في الكون ونعمر ونربي ولادنا، بس ما نخلي طمع النفس يخربها. خليك قنوح في كل شيء، وراجع نفسك كده في طلعتها، لو ملكت حياتك اكيد هتفسدها. وياما كتير شفنا يا ناس طمع النفوذ زل في ناس، وضيع كتير من وضعهم لأن هدفه كان طمعهم، والطمع بيقل كتير ما جمع. جملة يا مناس قالتها، عايزين وقفة لهذه النفس قبل اختراقها بقى وتوجيهها والوقوح في شباك طمعها. وفكرك قبل العمل يكون بقلب قبل العقل، كلام مفهوم عشان تتلاشى كتير من أخطرها. يا ريت ما نخلي النفس تتحكم كده في احوالنا، تحكمها بيعدي بجد تفكيرنا. والنفس لا تشبع بطبيعتها، تقول لك دايما هل من مزيد، وتدور معاها انت في دايرتها. ان لم تستكفي انت بهذا فهي لم تستكفي حتى النهايه لك، وانت وسط احضان طمعها.